السلام عليكم ورحمة الله. معكم عبد الإله القطابني، ضحية ديال الجريمة اللي وقعت في شارع محمد الخامس تاع الهواتف النقالة. المهم الخوت باختصار غادي نعاود لكم القصة كيف ما وقعت ليا من الأول. هذاك السيد سيدي كان بغى واحد الايفون اكس، بغى 64 جيجا. أنا جا عندي ما عنديش 64 جيجا، عندي غير 256 جيجا. طلب مني هو ندبر له على واحد 64 جيجا. قلت له ان شاء الله انا غادي ندبر لك عليه. المهم النهار الاول اتصل بيا قلت له راني لقيت لك الايفون اللي بغيتي يا هادي، قال لي انا غندوز لعندك. المهم قال لي كان الخميس ديك الساعات الجمعه، قلت له انا ما كنخدم شي الصباح حتى السبت، قال لي حتى السبت ان شاء الله. هي هذيك المهم باختصار تيجيني في الصباح قبل تيحت عليا على انني نجي ما بين 11 وال 11 ونص الصباح، انا ما تنجيش في ديك الوقيته. المهم مده ديال 4 ايام وهو غادي على هذه الوقيته، فيما كان وصل انا للمحل تلقاه مشى. المهم باختصار النهار الاربع فين غتوقع الجريمه صنع عليا في 10 ونص ديال الصباح في الدار ديالي. قال لي واش حليتي ولا مازال؟ قلت له مازال انا ما كنحلش دابا. قلت له قال لي والله يعطيك الستر انا كنتسناك اجي دابا باش نريقلوا المسائل. قلت له واخا ان شاء الله انا غادي نجي. المهم على ما نط المهم طرفت وخرجت لبست حويجاتي وخرجت درت مارش طوموبيلتي طلعت لقيته كيتسناني في باب المحل. دخلنا المهم حليت المحل ديالي، دخلت للمحل وريته التليفون عجبو التليفون، قال لي انا غادي نمشي نجيب لك الفلوس. مشى يجيب الفلوس شويه رجع لعندي قال لي ودي راه لقيت شي اوتوماتيك ما بغاش يعطيني الفلوس. دابا راه دخلت لعندهم من البنكة قالوا لي لا ما عندكش الحساب معانا خصك تجيب الشاك. دابا راه المرا ديالي مشى غادي تجيب الشاك وتجي. بقى واقف حدايا شي شويه تما. المهم انا شفتو هكاك مع رمضان في الصباح وتي بنادم راه كتعرفو الشمس والحراره وداكشي. قلت له اجي تجلس حدايا لداخل. قلت له واش المراه كتعرف المحل؟ قال لي راه كتعرفو. قلت له اجي دخل تجلس حدايا داخل ما تبقاش اي جالس. يا هذيك دخل بقى جالس معايا، بقينا تنتناقشوا انا وياه مجرد نقاش. يلاه يلاه شويه بحال صونا عنده التليفون. الو فؤاد لاباس بخير؟ قال له واش باقي باغي السارجور ديال الايفون ديالك؟ قال له يا راه مازال باغيه هو البوشيطه. قال لي اعطيني السارجور دي اوريجينال ديال الايفون وبوشيطه. قلت له بوشيطه تاهما قدامك هزو. قال له السارجور انا نمدو لك. هز عزل البوشيطه اللي عجباتو حطها مع السلعه اللي دا وهز عاوتاني. مشيت انا هزيت له السارجور جبتو له قلت له ها السارجور هي هذيك. قال لي سييه ليا. في ديك الفتره فين انا شديت السارجور غنسييه له، عندي البريز ديال السارجور من تحت. في ديك الفتره فين حنيت انا باش غادي نعطي نسيي له السارجور ضربني، ما حسيت براسي حتى تضربت اللودن ديالي مع العنق ديالي. انا حسيت بالضربه ما عرفتش راسي باش تضربت. هز داك السلعه اللي هز وتم خارج هربان طيح لي الكونطوار هرسو ليا من القدام ديالي. انا تلاحيت عليه شديته من النص ديالو ما بغيتش نطلقو. واحد شويه كنشوفو لاح الموس اللي كان اللي ضربني به. انا عاد عرفت راسي في ديك الفتره راه اني تضربت بالموس. بقيت انا بقات يتعنتت معايا باش يهرب. انا هكاك بقيت شادو ما طلقتوش كاع حتى وصلنا للشارع وطيحتو تما. تما فين انا بقيت واقف فوقو الناس تجمعوا علينا. ملي تجمعوا علينا مزيان كان ديز واحد البوليسي رشيد الله يذكره بخير خارج من دار الضريبه تما حدانا قبطو ركبلو المينوط. انا عاد طلقتو ديك الساعات جات الاسعاف ديك الساعات نيت مباشره تدخلوا الله يجازيهم بخير تدخلوا هزوني في لومبيلونس بداوا الاسعافات الاوليه تما. وصلت حتى المستعجلات ديال محمد الخامس لقيت الدكتور تما الله يذكره بخير حتى هو دار لي الاسعافات الاوليه دخلوني. المهم علقوا لي زادوني الدم مع العلم انني ضاع مني الثلثين ديال الدم اللي ضاعت مني، زادوني خمسه ديال القراعي ديال الخناشي ديال الدم اللي تزادتني لان كانت الحالات ديالي يرثى لها صعيبه بزاف. ايوا المهم ودخلت وداروا لي العمليه بفضل التدخلات ديال بعض الاطباء الاصدقاء ديالي الله يجازيهم بخير والحمد لله.
دازت الامور بخير وعلى خير، وهذا الشيء اللي غادي نقدر نقول لكم، وهذه هي الحقيقه الواقعه. ولا زدت عليكم شي حاجه غدا امام الله انا نتحاسب عليها باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله. We'll be right back.